شهيد شاب عمره 26 سنة، عنده 3 أطفال، بيشتغل في حاله، بيجيش في حدا ولا بيجي في أي بني آدم، ولا بتدخل لا في سياسي ولا بتدخل في إشي من مرة، ملوش تدخلات أي سياسي ولا إشي من مرة. زلمة بسيط على باب الله، زلمة ما عنده أي مشاكل. استشهد امبارح بكى، كان مروح من الشغل. هذا اليهود مفلتين قطعان مستوطنين عندنا في المنطقة مشان يهججوا القرية جميعها من دورنا. وصلوا المستوطنين الدور اللي صارت في نص البلد، فصارت الناس تنادي الحقوا النسوان والأولاد، المستوطنين أجوا يقتلوهم. هجموا الشباب، جميع شباب البلد هجمت، وهو من بينهم، يعني بعد كم روح من الشغل هو من بينهم، في بين وصلوا نص الدور المستوطنين ولاقوهم بالرصاص. لاقوا ناس في جوا الدور قتلوهم، في ناس ببنوا قاعدين في جوا ارضهم قتلوه، هجموا المستوطنين قتلوهم وهدوا البلوك وطبشوا الدنيا. هسه هجموا الشباب مشان يفزعوا للشباب اللي قاعدين ببنوا اللي في دورهم. لاقوهم برصاص، طخوا ابني في راسه رصاصتين في راسه جين، فاستشهد على الفور. يعني احنا شعب مظلوم، شعب احنا محتليننا اظلم الناس، شعب احنا لن نتخلى عن ارضنا ولا نتخلى عن مقدساتنا. يعني ما لو جيبوا كل مستوطنين العالم لن نتخلى عن دارنا، دور اجدادنا، دور مصر النبي صلى الله عليه وسلم، لن نتخلى عنه مهما كان الظرف. هسه هم مستوطن جاي من ابصرين، جابون امبارحيات، جاي مشان يطرني من ارضي، جاي يطرني من داري. لن اطلع ولن اتخلى عن وطني ولا عن شرفي ولا عن قدسي ولا عن اي شيء في الدنيا. اموت وانا بدخلف اخر عشرة بدخلهم فدا لفلسطين جميعا، فدا فلسطين والقدس والاقصى، بدي اخلف 10 واخليهم يستشهدوا في سبيل الله. احنا شعب فلسطيني، الله كتب علينا الشهاده وكتب علينا الجهاد، فاحنا لن نتاخر عن الشهاده وعن الجهاد ان شاء الله.